بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في ثوابت منهج اللغة الفرنسية بالنسبة للصف الثالث ثانوي. بعض القواعد البسيطة كده اللي احنا جمعناها كلها من المعلومات اللي احنا خدناها قبل كده. أول حاجة عندنا، ودي حاجة بسيطة ولابد تكون معلومة انت عارفها، في 11 كلمة في اللغة الفرنسية دول اللي انا ممكن احذف منهم الحرف الاخير بتاعهم لو جه بعدهم حرف متحرك. طيب زي جو، مو، تو، سو، سو، وسو. خلي بالك صفة الإشارة دي ما بتنحذفش منها إلا في تعبير واحد اللي هو سي، إنه أو إنه. وني بتاعت ني، با، ودو طبعا اللي هي معناها من أو عن، أو اللي أنا بعمل لها تحويل في النفي. وكو طبعا كأداة استفهام عندنا أو كمقارنة عندنا. لو ولا اللي هم أدوات المعرفة. سي الشرطية بقى، ما تنساش سي الشرطية، مش سي اللي هي بمعنى بالا، لأن بالا بيجي بعدها فاصلة، لكن دي سي الشرطية لو جه بعدها إيل أو إيلا بيك أس، بس دي ممكن أحذف الإيه بتاعتها. ما تنساش إن الأيام كلها مذكر، الشهور كلها مذكر، فصول السنة كلها مذكر، اللغات والأشجار كلهم مذكر، أسماء الألوان كلها مذكر، الوجبات مذكر، صغار الحيوانات مذكر، الاتجاهات مذكر، وما تنساش تكتب أسماء المعادن كلها مذكر زي الحديد والألمنيوم إلى آخره. بعد سي دايما الصفة مفرد مذكر، الصفة وليس الاسم، يعني لابد يجي بعد سي صفة، لو جه صفة على طول تبقى صفة مفرد مذكر. بعد اون صفات الالوان دايما مفرد مذكر، بعد اون صفات الالوان دايما مفرد مذكر. فعل الي دايما هنختار قبله الضمير جريج، ما بيتغيرش، ثابته دايما. مع الي خد دايما جريج. مع التعبير اليا لو حصل قبل الفعل النقط جات اخد على طول. بستخدم دايما ادوات التعريف مع ايمي وبريفيري وادوري وديتستي وبريفيري، وما بتتغيرش نفيا واثباتا، بشرط ان ده يكون الفعل الاساسي في الجمله، يعني ما يبقاش في فعل تاني معاه. في رقم 9 عندنا، في رقم 9 بنقوله الكلمات التي لا تقبل الابوستروف. ايه الكلمات التي لا تقبل الابوستروف؟ اللي حرفها ساكن في الاول. طبعا كلمه اون ذا بال، يوجا، اوكي، يا اور، ويت اللي هي 8، اونز 11، او يعني عالي او مرتفع، ايرو يعني بطل، اريكو، فاسوليا، اماستر اللي هو الاربوع او الفار الصغير ده، اولاند اللي هي هولاند. طيب ما تنساش في اختياري بيجي لي كتير إل زائد صفة بتعبر عن الجو أخد فيه على طول. صفة تعبر زي كلمة شو، حار، فرواء، بارد، موفي، سيء، مدري طبعا اللي هي معناها معتدل. برضو لو لقينا كلمة لوتون بعدها صفة من صفات الجو سواء اللي فوق أو اللي كاتبينها تحت دي اللي هي شو، أنسوليا، مشمس، بليو، مونتر، دايما بحط الوصف الفعل وصفي زي فيرب اتر، ودايما بختار فيرب اتر. الفو بمعنى يلزم بيجي دايما بعده أداة رياضية عشان وانت بتكتب الموضوع تقول الفو أن مثلا بالون، يعني يلزم كوره، وبعدين تجيب بعد كده بور زائد مصدر فعل، لان الفوم بيجي بعدها مصدر فعل بيبقى معناها يجب. ماشي. تسبق الالعاب الرياضيه مع جوير بقى طبعا، وتحول الى اوم المذكر، والا، واو، افيك اكس، وما تتاثرش بالنفي ابدا. تسبق الالات الموسيقيه مع فيرب جوي بديو دو لا ودو الا ابوسترو. كل الالعاب الرياضيه مع جوير تسبق دايما بالضمير جريج. وهكمل عليها بقى نقطة صغيرة، كل الآلات الموسيقية مع فيرب جوي بتسبق بأون، يعني اكتبوها عندكم. تسبق الألعاب الرياضية مع فير بدي ودو لا ودو الا ابوستروف ودي، ودي بتتأثر بالنفي وتحول إلى دو أو دو ابوستروف، بس بشرط النفي يقع على فيرب في. رقم 17 تسبق الآلات الموسيقية مع فير بدي ودو لا ودو الا ابوستروف، بس هنا بتتأثر بالنفي لأنها أداة تجزئة. كل الألعاب الرياضية مع فير بتاخد أون. يبقى الالعاب الرياضيه والالات الموسيقيه سواء مع فير او مع جوي دايما تاخد اون. حرف الجر بار لا ياخذ محدد اذا جاء بعده كلمه افيون باتو، دايما بار، بار افيون، بار باتو. لاحظ ان الرياضات اللي اخرها او مؤنثه ما عدا اي رياضه تنتهي باسم او اج ودلتا بلان وسكات طبعا. لاحظ ان الرياضات اللي ما بتنتهيش بأو مذكر ما عدا كلمة ناتاسيون وكيتاسيون، ويمكن المعلومة دي اتكررت كتير جدا عندنا. كل الألعاب الرياضية اللي بتلعب بكرة مذكر ما عدا كلمة بيتونك اللي هي الكرة الحديدية.
كل المعدات الرياضيه لاخرها اوم مؤنثه ما عدا كلمه كاسكو، احنا بنتكلموا في منهجنا. كل المعدات الرياضيه المنتهيه بحرف ساكن مذكر ما عدا كلمه باسكت، معدات رياضيه اللي هي الحاجات اللي بتساعدني اللعب الرياضي. حرف الجر بار لا ياخذ محدد اذا جاء بعده فتره زمنيه، وهنا بيبقى معناها ايه؟ بارجور او الكلمه جور بدل الحرف الاخير ده ار. ها، وبار سومي وبار موا وبارا داكور. كل منتجات الألباء، ثانية واحدة عشان بس نصلح الحتة دي عشان تبقوا واخدين بالكم، هنا هناخد R يعني هنصلح هنا ونحط R داكور. ما تنساش ان كل منتجات الألبان مذكر ما عدا كريم وموس، والكريم طبعا اللي هي قشطة وموس اللي هي الرغوة. او مأكولات تعامل اول حرف زي ما قلنا كلمة أركوزة بادي، دول طبعا مبدوئين بحرف ايه؟ ساكن وليس متحرك. حيوانات كلها اللي اخرها او مؤنثة ما عدا كلمة جيمو فرس، وكلمة بريبي نعجة، وكلمة سوري اللي هي فأرة أنثى الفأرة دي. كل أماكن الحيوانات المنتهية بأو مؤنثة ما عدا باسكور وميزون. باسكور وميزون دول مؤنث، واحنا عارفين ان كلمة كور معناها الفناء، دي مؤنث. كل الحيوانات والحشرات المنتهية بأو مؤنثة ما عدا انسكت حشرة، وسكاربي طبعا اللي هي خنفسة، وموستيك اللي هي ايه؟ ناموسة. صفات الملكيه دايما هختار الصفه اللي في اخرها ان مع المفرد المبدوء بحرف متحرك. صفات الملكيه المملوك لو مبدوء بحرف متحرك ما اخدش الا اللي في اخره ان، سواء يعني بستبعد ما وطا وصا واخد ما وطا وصا. جميع وسائل المواصلات مذكر ما عدا فواتير وموتو بسيكلات واوتو. الفعل مونتي دايما ياخد دون زائد محدد زائد وسيله مواصله، مونتي هو بياخد مع كلمة شيفال. عندنا التعبير بكو بيأتي بعده أداة تعريف أو صفة إشارة أو صفة ملكية، وممكن يجي في آخر الجملة. أما بكو دو ده تعبير ثابت لابد يجي بعده اسم بدون محدد ولا يأتي في آخر الجملة، والاسم ده يكون إيه؟ طبعا بيدل على كمية أو عدد. تري بيجي بعدها صفة أو ظرف بدون محدد وما بتجيش في آخر الإيه الجملة. دي بعض الحاجات الأساسية اللي كانت موجودة عندنا في المنهج. انتظرونا في حلقة الثوابت مجمعة بإذن الله في الحلقة الجاية. ميرسي بورفو أوروفار.